اهلا بكل مشاهدينا في كل مكان وحلقه جديده من برنامج انا وماما. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقينا 2 رمضان وتاني مسابقاتنا النهارده مع الاطفال. هنشوف المسابقه بتاعه النهارده. المسابقه طبعا كلنا عارفينها اللي هيبقى فيه دوري للاطفال خلال شهر رمضان او خلال الحلقات بتاعتنا، عدد معين من المتسابقات وهيبقوا معانا ان شاء الله، يعني اللي هيكسب هيفوز هيعدي وهكذا. هنعرف المنظومه طول ما احنا ماشيين خلال شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. والاكلات طبعا هتبقى معانا، الاولاد هيعملوها ومعاهم مامتهم معانا في الاستوديو هتساعدهم علشان يقدروا يطلعوا الاكله بشكل جميل ولذيذ. وطبعا معانا الشيف محمد حامد، عايزين نرحب بيه. ازيك شيف محمد؟ اهلا وسهلا. ازيك يا محمد؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. لابس انت النهارده الحاجات ومظبط؟ لازم نسخن بقى احنا تاني يوم رمضان. مش كده؟ كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بصحه وسلامه. اتفضل. عايز تقول ايه تاني يوم رمضان؟ والله من افضل الشهر الواحد بصراحه. انا بتخيل الحياه من غير شهر رمضان. حياة فعلا كانت هتبقى صعبه جدا، كان الحياه تبقى روتينيه جدا. الشهر ده شهر فعلا جميل، شهر فيه روحاني، شهر القران فعلا، شهر الصلاه، شهر بجد الواحد بيبقى مستمتع بيه بكل حاجه. يعني بجد انا من الناس اللي بحب الشهر يعدي بسرعه. سبحان الله. الحمد لله. مش عايزينه يعدي. لا والله، مع ان انا كشيف طبعا ببقى الموضوع بيبقى ضغط عليا جدا في رمضان. اكيد اكيد. بس الواحد بيبقى مستمتع جدا في شهر ال طبعا الشيف محمد هو اللي يعني ليه 40% من تقييم الاكل بتاع البنات، وانا ليه 10% لان لازم ادوق برضو الاكل عظيم. والجمهور ليهم تصويت 50%. 50% هنشوف اليه التصويت وهنبلغكم بيها علشان نشوف مين اللي هيفوز معانا في اخر حلقة في البرنامج بعد ما الدوري يخلص كاملا، دوري أنا وماما.